الان في المدينه القادمه للدار البيضاء، معقل الوداديين غادي نسولوا الوداديين سؤال واحد، واش عندكم ثقه بان الفريق ديالكم غادي البطوله؟ اجي نشوف واش قالوا. عندي ثقه 100% ديال الوداد البطوله الا كانوا دايرين ثقه في راسهم وهازمين باش يديو البطوله. رجوعين تيقولوا بان العكس، هما اللي غاديو البطوله ما تحيدوش لهم. لا حنا لا نحيدوها لهم ان شاء الله باذن الله تعالى. واش الوداد غادي البطوله العام؟ ان شاء الله غاديها بجاه الله. الا بغى الله غنديو البطوله ديالنا باش ما بغاو. باش ما بغاو البطوله ديالنا ان شاء الله. فهمتيني؟ الماتش اللي داز والبطوله كشتيها على عينيك. بيلانتي مضيعه هكا كاينه فابور. غنصدقينو داك البيلانتي علاش؟ شحال هذا غادي يمشيو لنا ها؟ عرفتيني شناهو؟ عاد درجو التعادل علاش؟ هي كان كلشي بين يديك في الاخر ضاعت هكاك. اش كيبان لك انت يا خويا؟ لو رجعوين تيقولوا بانهم هما اللي غدوا. هذاك الشيء شغلهم هذاك، حنا ما ندخلوش، حنا كنهضروا على الفرقه ديالنا، حنا ما نهضروش على الرجاوين. قال لك اللي عنده غادي يبين، اللي ما عندوش راه غادي يبين. الا ما داتش الوداد اش من فرقه تبغي ديال البطوله؟ عشان نقول لك ما نقدرش نناقشك في هذا النقاش. داك الشيء شوف حتى بقى سميتها الفرقه اللي كانوا لاعبين معها السميه ديالها بركان باقين هما، وداك الشيء اللي عنده شي حاجه راه غادي يبينها. تذكر سميت الراجع علاش؟ اه تنذكر الراجع علاش؟ حنا كاع ولاد البلاد حنا. حنا بيضاوة، تيقول لك بيضاوي بيضاوي، علاش هاد العداوة؟ تيقول لك بيضاوة راه علاش العداوة؟ ما كايناش العداوة مالنا؟ ها؟ وهذا الشيء اللي عطى الله. عندك ثقة بأن الوداد دير البطولة؟ إن شاء الله غنديوها إن شاء الله. شنو هاد الثقة من جاي؟ ثقين في اللعابة ديالنا، عندنا دراري نفيسات، غيديروا اللي عليهم إن شاء الله وغيديوها إن شاء الله. الجمهور تاع الرجاء تيقول لك هما اللي غيديو البطولة، ما يمكنش. الجمهور ديال راه من بكري وحنا كنصارعوا في هاد غديو نتوما غنديو حنا. ولكن حنا ان شاء الله ثيقين في الفرقه ديالنا غنباغتوهم ان شاء الله وغنديو البطوله ان شاء الله 21 البطوله محاكه هاد العام وتنتمناو من الله يكون من جنب الوداد البيضاوي اما شي فريق اخر ما تنبغيوش تنبغيو فريق الوداد البيضاوي حتى للموت ولكن واش الوداد قد دير البطوله بغيناهم يكونوا رجال بحال 2010 يصدموا لي العباد هادشي اللي بغينا حيت الثقه راه ما بقاتش دابا تجيب لعاب جاز تتعطيه الملايين وحنا تنضحيو بروحنا وبدمنا وفي الاخر هو تيسالي مقابله تياخذ بريم ديالو طوموبيلتو تيزيد. ولكن الا ما داتش الوداد شكون الفرقه اللي زويت انا راش الرجل البركان. لا ما كراش دابني من لا وما داتش شي فرقه من هاد الناس اللي جبتي ليا حيت ما تنحمل فيهم حتى واحد. خلينا جمهور الوداد البيضاوي في المدينه القديمه وجينا الان لدرب السلطان باش نقتربوا من جمهور تاع الرجاء البيضاوي على اعتبار ان درب السلطان هي معقل فريق جمهور الرجاء البيضاوي. واش الرجاء قادر هذا العام ديال البطوله؟ اجي نشوفوا. اول حاجه عندنا الثقه بان الرجاء غادي البطوله والرجاء هذا العام مستهدفه بزاف لا هي للوداد عندك فرقه نفس اللي عنده يدي ثلاثه الفرق اللي كاينين هذا العام هذا ياك بطوله مشنشطه ثلاثه الفرق اللي كاينين هذا العام اللي يستاهل يدي وحنا عندنا الثقه في الرجاء غادي البطوله ان شاء الله حنا ما كنتظروش فريق الرجاء غير يدي بطوله حنا كنشوفوا شي حاجه اكثر من البطوله كنلعبوا على عصبة الأبطال، كنلعبوا على كأس الاتحاد الإفريقي، كأس العرب، المنافسات ديما كتكون قوية، بالنسبة للبطولة الرجاء فريق كبير، أنا ماشي غنتظر نقول فريق الرجاء عندي اليقين باش تدي بطبيعة الحال، إنما حنا كنقول مورالمون كان التعب ديال فريق الرجاء كان واحد كما كنقول واحد العياء بعد المقابلات اللي شفناهم هذه السنة، هي اللي خلات فريق الرجاء البيضاوي كترجع في واحد كما كنقولوا في واحد ماشي غنقول نقص انما بواحد الريتم باش كنا غادي لاعبين الشامبيونه الحمد لله حنا عندنا فريق في المستوى واي واحد كيتحدى فريق الرجاء البيضاوي ولا كيقول بان فريق الرجاء البيضاوي ما عندوش واحد الميزه قويه باش يدوا البطوله غندوا ان شاء الله البطوله وكرويا وكما كنقولوا غندوا البطوله بالكره وباللقطات وباللعب وبالجمهور وبحب الفريق. ان شاء الله الرجاء دير بطوله والرجاء فريق قوي وماشي كيسجل دير بطوله ما ديرش بطوله الرجاء فريق قوي تيلعب مزيان تيكي طاقه عنده شعبيه كبيره وانت كيف ما تشوف جرين بوز وديما رجاء ان شاء الله بطوله رجاويه. الوداديين تيقول لك هذا العام يديوها لكم ما فيها. لا الوداد خاصهم يمشيو ينعسوا صحيب ما عارفين هذا العامين وما ناسين واش عنده معنا حنايا وحنا ديما رجاء فهمتيني. ان شاء الله غندير الشامبيونز ليغ وبطوله كوب ضرب ان شاء الله هذا العام هذا الفوز الدرع غيكون ان شاء الله رجاوي حنا عندنا اليقين في اللعابه ديال الرجاء وفي المدرب فريق
ديالنا ان شاء الله جمال السلامي، وان شاء الله غتكون طلعوا الصباغ ونفرحوا ان شاء الله العرب ديالنا بكاس العرب. ان شاء الله كاينه واحد 99% بان البطوله غتكون رجاويه، وكي قلنا الدرع والعصباغ ما نخليو لهم والو ان شاء الله. علاش؟ حيت بكل صراحه فريق الرجاء تيلعب على تيلعب ولاد النادي، تيلعبوا بنفس